صعبة بفعل الجفاف الذي أرغمهم على الانتقال إلى منطقة نائية تنعدم فيها كل متطلبات الحياة. التجمع التابع لبلدية العين الصفراء بمقاطعة شنقيط غالبية سكانه فقراء لا يتوفرون على أي مصادر للدخل حسب تعبيرهم. من شرفة التأمل جلس هذا الغراب يتحسس حالة جمع ومرد شفقة فيما كانت خطوات هذا منتظمة، فللركبان نصيب مفروض من الاهتمام على قلة الحال وضعف الحيل. أخبية لا تقي من لفح السموم في فصل الصيف الذي بدأ يضرب دون سابق إنذار، ولا حتى ليجد هؤلاء ما يحمو به أنفسهم في هذه البيئة القاسية. احنا عندنا من القوة هذا اللي تراعي فيه، احنا شوفنا هما اللي شي من عدد المحاملات، ذاك من اللي بنا معدل هو انه متمثل لاباس عليه عددوا المحامله، والثاني ما فات كاع عدل شيء. هذا التجمع الذي وقع في المكان الخطا اضطرارا لا يتمتع سكانه بمصادر رزق تذكر، ارى ان التشبث بالحياه والقناعه هم زادهم، ولهم مطالب رفعوها الى من يهمهم الامر. قرارهم تصلح فيه جميع الحبوب. واختار الدولة اللي قد تساعدنا بسونداج فيها اللي احنا ننجو فيها عن زي نتحراو ننجي السحاب نحرثو فيه نجبرو احنا سونداج ناس مستعدة لتم بهذه الجهد الحريثة بها اللي هي اللي عليها راكيزة الناس اللي ماتت. قضية الأخرى ان العمدة جزاه الله خير هذه الناس كاملة اللي تراعي فيهم اللي كاردين من عند التركت جايين إحصائها كامل تابع له، يرفد شي شور شنقيطي ويرفد شي شور أطار ويرفد شي شور رشيد. نبغى ملي الحالة المدنية تعدل لنا حالة نعود نقدون هاي المواطنين كامل اللي فراعي فيهم هناتي حاصي منها واحد والله اثنين. في رقعة منسية كان تجمع أغمورت الذي وقع بعد موجة جفاف أدت إلى تهالك مصادر رزق هؤلاء الساكنة من المواشي بسبب القحط، فكان المنقلب إلى هذه الأرض جدباء، وهي الرقعة التي سقطت من اهتمامات الدولة.